السلام عليكم. دخل العرب من قبل في نفق الأحلاف السياسية وانقسموا في ذلك فرقا ومذاهب، وسبحوا مع السابحين في أمواج البحر الحرب الباردة أيام كان العالم ثنائي القطب. لكن ذلك حصل على الدوام بوجود دولة عربية مركزية وازنة القوة تشغل حيزا مهما من الفراغ الاستراتيجي في المنطقة. لكن اليوم انقلب العرب بإرادتهم أو بضدها إلى أكبر المتفرجين على صراع نفوذ ومصالح ساحته أرضهم وبلادهم وعمقهم الجغرافي. فأمريكا وروسيا وإيران وغيرهم يوسعون دائرة نفوذهم في المنطقة العربية التي يكتفي أهلها بالفرجة وفي أحسن الأحوال بتنديد أو شجب لا يغني من جوع. كيف حصل ذلك ولماذا؟ وما تداعياته على مستقبل العرب؟ تدور حلقة اليوم من برنامج حديث العرب في فلك هذه الأسئلة. أهلا بكم. كانت وما زالت المنطقة العربية محط أنظار العالم، طامعين مستعمرين أو راغبين مستثمرين لما تتمتع به من أهمية استراتيجية من حيث موقعها الجغرافي وثرواتها الهائلة وتأثيرها الديني. صراع القوى الإقليمية في الشرق الأوسط ليس جديداً، بل له جذور وثوابت تاريخية، حيث تسعى كل دولة إلى تحقيق مصالحها وفرض إرادتها على ما عداها من الدول الشرق أوسطية المنافسة لها، لا سيما بعد ثورات الربيع العربي وبروز نسق إقليمي متعدد القوى إلى أنه يبقى قيد التشكل. ومن ثم فهذه المرحلة تعد انتقالية لتشكل نسقاً إقليمياً جديداً من حيث شكل وطبيعة التفاعلات والتحالفات وموازين القوى النسبية بين مختلف الأطراف. وبتلك التركيبة الجديدة أصبح الشرق الأوسط يشكل زخماً كبيراً لحروب أطراف عدة، بعضها حروب بالوكالة. علاوة على ذلك، فإن سياسات القوى الكبرى التي تهدف إلى الحفاظ على توازن القوى السائد في المنطقة أو تغييره إنما تحدده مصالح كل قوة من هذه القوى، وهو ما يحتم على كل منها أن يكون لها حضور في أزمات المنطقة. فإننا ندعو المجتمع الدولي. غياب الدور القيادي للدول العربية وضعفها منح القدرة للأطراف الإقليمية على طرح المبادرات والحلول أو فرضها بما يتلائم مع مصالحها ويعزز من نفوذها في المنطقة. كل هذه التغيرات والأحداث الإقليمية جاءت نتيجة تراكمات لأزمات عدة وجدت الحافز المحلي بالدول الشرق أوسطية وحركها العالم الخارجي، وبالتالي فهي نتيجة حتمية للتغيير في الاستراتيجيات الدولية. ومما تجدر الإشارة إليه أن محور الصراع في أزمات ومشاكل المنطقة يعد في مجمله صراعاً لقوى إقليمية غير عربية على أراض عربية، مما يثير التساؤلات عن غياب الدور العربي كقوة في إدارة أزمات الشرق الأوسط والقدرة على طرح الحلول والمبادرات وتسوية الصراعات في المنطقة، مما أتاح الفرصة لتمدد بعض الدول في المنطقة كإيران التي سعت لتوسيع نفوذها في سوريا والعراق واليمن وغيرها من الدول. ويبدو أن صراع النفوذ يشير إلى استمراريته دون القدرة على حسم ملفات الفاعلين فيه أو انتهاء الصراع بحروب مباشرة بين مختلف القوى الإقليمية نتيجة التدخل المعقد للغاية لأطراف مختلفة الأهداف، قد تجعل الصراع مستمراً ولكن بشكل ومضمون يحتم على الأطراف الإقليمية التفاوض وتبادل وجهات النظر وبالتالي إمكانية تقاسم النفوذ الإقليمي في المنطقة. للحديث عن هذا الموضوع معي في الاستوديو الأستاذ ياسين التميمي الكاتب والمحلل السياسي، وعبر سكايب سينضم إلينا من سيدي بالعباس في الجزائر الأستاذ يحيى بوزيدي أستاذ العلوم السياسية. أهلا بكم ضيفي الكريمين سويا. يعني كما يقول المثل، يعني أسمع جعجعة ولا أرى طحنا، يعني الآن في جعجعة كبيرة في المنطقة العربية لكن لا طحن للعرب فيها. برأيك يعني ما الذي يحجب أي تأثير عربي عن أحداث كبيرة وضخمة تشهدها منطقتهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لك أستاذ جهاد على طرح هذا الموضوع المهم جدا، لأنه له علاقة مباشرة بتطورات الأحداث في منطقتنا وبالفاعلين والمؤثرين والمتأثرين
هي هذه الأحداث. طبعاً الحديث عن أن هناك غياب للقوى العربية عما يجري في الساحة العربية قد لا يكون دقيقاً. المشكلة التي نعاني منها اليوم هو أن حالة اليقظة التي تسيطر اليوم على بعض الدول المحورية في منطقتنا تقودها إلى لعب دور مناقض لمصالح المنطقة وهدام إلى حد كبير. فهذه المنطقة مع هبوب تيار الربيع العربي حاولت أن تستعيد قرارها وحاولت أن تتمتع بالحرية كما يتمتع به بها بقية الشعوب، حاولت أن يكون لهذه البلدان ولمنطقتنا إرادة في تقرير مصيرها وفي التحكم بمصيرها وبمآلة الأحداث فيها وأن تكون ند على المستوى العالمي. ولكن الذي حدث هو أن القوى الغربية يعني اتخذت موقفا يتناقض تماما حتى مع التزامها تجاه الديمقراطية وتجاه مبادئ أساسية مثل حقوق الإنسان والحريات، جنبتها جانبا وبدأت تدعم فكرة استنهاض دول المنطقة ضمن دورها الوظيفي المسند إليها. كما تعلم بعد الحرب العالمية الثانية الأنظمة التي تشكلت في منطقتنا هي أنظمة وظيفية، بعض هذه الأنظمة حاولت أن تؤسس قوى إقليمية مؤثرة في المنطقة، على سبيل المثال مصر في عهد جمال عبد الناصر، العراق في عهد الرئيس صدام حسين، كان لهذه الدول قدرة في أن تقول لا، في أن تقاوم، في أن يكون لها تأثير في مجريات الأحداث، في أن تخرج عن السيناريو المرسوم لها. لكن هذه الدول انتهت بتأثير الضغط الدولي الذي مورس عليها على كافة المستويات. على سبيل المثال العراق يعني أنهي دورها بتحالف دولي وصل إلى أكثر من 120 دولة شاركت في حرب إسقاط نظام صدام حسين وإسقاط مشروعه الحضاري ومشروعه السياسي، المشروع المقاوم، المشروع الذي أراد أن يؤسس إرادة إقليمية لها علاقة بطموحات العرب واهتماماتهم وأولوياتهم في المنطقة. الذي يحدث هو أن اليوم هناك دول محورية، لا أستطيع أن أقول أنها دول قائدة، تتشكل في منطقتنا تحاول أن تستعيد أدوار الدول الإقليمية المركزية. لكن دول محورية عربية؟ دول محورية عربية، لكن هذه الدول اليوم على سبيل المثال تعقد صفقة مع موسكو لتصفية حساباتها مع تركيا على أراضي سورية. من الذي يدفع الثمن؟ الشعب السوري. أمثال من هذه الدول؟ الإمارات، السعودية، مصر، هذه الدول جميعاً متعاونة على أساس منح روسيا مطلق الصلاحيات لكي تتصرف على أراضي سوريا نكاية بتركيا. وعلى الرغم من أن هناك إيران مستفيد إقليمي كبير وخطير على هذه الدول، ومع ذلك يتغاضى هؤلاء أو يريدون لتركيا أن تصطدم مع إيران في الساحة السورية. لكن في نهاية المطاف الذي الخسارة الكبرى التي تلحق بالعرب وأن هذه الدول تفقد قدرتها على التحكم بمصير الأحداث فيها بمآلات الأحداث في هذه المنطقة وفي غيرها من المناطق الأخرى. الدول المحورية هذه اليوم اصطدمت بتحديات استراتيجية كبيرة جدا. على سبيل المثال السعودية تعرضت لهجوم من قبل إيران، هجوم واضح على أهم منشآتها النفطية. هذا الهجوم كان على السعودية لكي تثبت أنها دولة إقليمية قوية ومحورية وقادرة عليها أن ترد بأي شكل من الأشكال، عليها أن تثبت بأنها دولة لا تقهر، بأنها دولة لديها من الإمكانيات ما يكفي لممارسة الردع، الردع الذي يمنع أي قوة موازية أو قوة مؤثرة أخرى في المنطقة من أنها تلحق الضرر بالسعودية. مصر كذلك التي يعني تتواطأ مع روسيا في سوريا وتواجه مشكلة استراتيجية تتمثل في سد النهضة. اليوم مصر كقوة إقليمية ملحقة بالإرادة الأمريكية بالقرار الأمريكي، تسحب المسؤولون المصريون يسحبون إلى واشنطن دون إبداء أي ملاحظة فيما يتمنع المسؤولون الأثيوبيون عن الذهاب بهدف الوصول إلى صفقة ما حول سد النهضة. سد النهضة يتعلق بوجود مصر نفسها، ومع ذلك مصر أمام قضية كهذه وهي دولة محورية فتور في التعامل معها. لا تستطيع أن تثبت أنها دولة محورية في قضية كهذه، وبالتالي نحن أمام دول تستعيد دورها المحوري القائد في المنطقة ولكن وفق أولويات القوى المؤثرة الكبرى الأخرى.
وهو دور وظيفي في نهاية المطاف، وليس دورا أصيلا قائم على الوعي باحتياجات المنطقة وأولوياتها وحاجة هذه الدول إلى ممارسة دور قيادي يصب في نهاية المطاف لصالح الأمة، ويخدم السياسات الدول العربية وأولوياتها وقضاياها، وفي المقدمة القضية المركزية فلسطين. لكن هذه الدول، هل تعلم الدول اليوم تفضل معذرة يعني، وهو في المحصلة يعني غياب لأي دولة عربية مركزية. أريد أن أبني على ما تفضلت به على أهميته لأسأل الأستاذ يحيى بوزيدي من سيدي بالعباس في الجزائر. مرحبا بك أستاذ يحيى. يعني عطفا على ما قاله ضيفنا في الاستوديو الأستاذ ياسين، هناك يعني منذ خروج الجيوش المستعمرة من المنطقة العربية، من الدول العربية، حتى اليوم لم تمر على المنطقة حالة فراغ استراتيجي، حالة غياب قوة عربية مركزية، بغض النظر عن الموقف من هذه القوة إيجابا أم سلبا. لكن الآن اليوم لا وجود لهذه القوة العربية، هل من تفسير لسبب هذا التراجع والانحسار العربي في عقر داره؟ أعتقد أن المعضلة والمشترك بين الأدوار الاستراتيجية التي كانت تقوم بها القوى الإقليمية العربية الوازنة سواء في الخمسينيات والستينيات وإلى الآن يرتبط بمعضلة الشرعية الداخلية. كل الأدوار التي كانت تقوم بها على المستوى الخارجي رغم أهميتها في تلك المرحلة، إلا أنها كانت في جوهرها أهدافها داخلية مرتبطة بشرعية تلك الأنظمة التي كانت تسعى إلى تعزيز شرعيتها بين شعوبها من جهة، ومحاولة التمدد على المستوى العربي من جهة ثانية. ما يحصل الآن أن أزمة الشرعية ما زالت مستمرة عند الكثير من الأنظمة العربية، خاصة مع موجة الانتفاضات الشعبية التي عرفتها المنطقة في سنة 2011، والهزات التي عرفتها تلك الأنظمة السياسية التي أيضا دخلت في تحالفات مع قوى إقليمية ودولية أخرى، الهدف منها مرة أخرى محاولة الحفاظ على استمرارها وبقائها على السلطة. إذن في اعتقادي المسألة الأساسية التي تحول دون قيام القوى العربية والدول العربية خاصة الإقليمية منها بالدور المنوط بها على المستوى الإقليمي منوط بأوضاعها الداخلية والشرعية. هنا لا أضرب المثل على ما حصل في الجزائر تقريبا على الأقل منذ حوالي 6 إلى 7 سنوات مع مرض الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، الجزائر ابتعدت تماما عن القيام بأي دور إقليمي، واستمر ذلك إلى غاية الانتفاضة الشعبية في 22 فبراير 2019، وبعد مرور يعني أزمة سياسية والوصول إلى الانتخابات الرئاسية، يعني بغض النظر عن ما يقال عنها، فورا مع وصول رئيس جديد على مستوى السلطة عاد الدور الإقليمي للجزائر، مع وإن كان ليس بالشكل الكبير لكنه عودة تبقى يعني كانت مأمولة أن تقوم بها الجزائر منذ سنوات طويلة. الأمر نفسه ينطبق على كل القوى العربية الكبرى، ممكن نشير إلى مصر، إلى السعودية، إلى العراق، إلى سوريا. كل هذه الدول ما زالت تمر بمرحلة انتقالية على المستوى الداخلي، ما زالت لم تحسم موضوع الشرعية داخليا، ما زالت تعاني من هذه المشكلات التي تجعلها خاضعة للاستراتيجيات القوى الإقليمية والدولية التي تبقى هي من يحدد مصير ومستقبل المنطقة للأسف الشديد. طيب أستاذ ياسين، يعني حقيقة من المستفيد من غياب قوة عربية مركزية، وكيف يستغل هذا الغياب؟ طبعا منطقتنا هي منطقة اشتباك للإرادات الدولية والإقليمية، وهي منطقة نفوذ وصراع مصالح، وبالتالي المستفيد الأكبر طبعا هي هذه القوى التي تتحكم بالمنطقة من الخارج. هذه القوى ترى في هذه المنطقة مصدر تهديد كبير جدا. هذه المنطقة طبعا هناك بعد سياسي استراتيجي وهناك بعد اقتصادي أيضا. دائما تعاملت هذه القوى الكبرى مع المنطقة على أنها مصدر أساسي للنفط، وتعاملت معها من منظور سياسي أمني بسبب وجود الكيان الصهيوني الذي حرصت قوى عظمى على أن يبقى قوة إقليمية مهيمنة، وهناك دور ضامن من قبل هذه القوى الكبرى بالنسبة للكيان الصهيوني، وهذا وضمانة أمن الكيان الصهيوني تتأسس على مبدأ هدم ما حوله من قوى إقليمية وإنهاء أثرها على المهدد للوجود
الإسرائيلي. إذن من هذين المنظورين تحكم بشكل كبير جدا في سياسات الدول الكبرى والدول الإقليمية تجاه منطقتنا. هذه الدول طبعا لا تحبذ أن ترى دولا تتمتع بالاستقلالية في منطقتنا، ليس من مصلحتها أن يكون هناك دول تتمتع بالاستقلالية. رأينا كيف وجه العراق عندما فكر فقط أن يعزز استقلاله الوطني والقومي من خلال محاولات لتعظيم القوة العسكرية. من هذا المدخل بدأ المجتمع الدولي كله يحاصر العراق ويفرض عليه حصارا يعني غير مسبوق على وانتهى في لكن العراق هو العراق هو الذي وضع نفسه في هذه الخانة. يعني ثم من يقول من المراقبين، يعني في النهاية ليس كل شيء قادم من الخارج. العراق هو مثلا ثم من يقول بأنه بدخوله إلى الكويت هو من وضع نفسه في هذه وغيب قوة عربية كبيرة كانت تحمي المنطقة العربية من الشرق. طبعا هذه مسألة لاحقة، طبعا هي تراكمت في نهاية المطاف. كان واحدة من الأدوات التي أثرت على العراق وجوديا، يعني هددت وجوده السياسي والاقتصادي، هو تواطؤ بعض الدول العربية مع المخطط الغربي لاحتواء العراق وإنهاء دوره الاستقلالي. كذلك الجزائر الذي ذكرها ضيفك الكريم في عهد بومدين كانت دولة تتمتع بالاستقلالية ودولة تصادم المصالح الغربية إلى حد ما. ومع ذلك بانتهاء بومدين بدأت الجزائر طبعا تفقد دورها الإقليمي شيئا فشيئا، إلى أن انتهى دور الجزائر في عهد بوتفليقة ملحقة بالإرادة الإماراتية، وليس هناك ضمانات فيما يتعلق بالنظام الحالي المنتخب الآن، الرئيس المنتخب، ما إذا كان فعلا منفصل عن الارتباطات والتعهدات التي تركها نظام بوتفليقة أم لا. مصر كدولة محورية وإقليمية بطبيعة الحال لا يوجد طرف دولي يرغب في أن تكون مصر دولة إقليمية ذات إرادة مستقلة، ولهذا ضربت مصر عندما بدأت تستعيد دورها المستقل بوصول الرئيس محمد مرسي إلى السلطة. بغض النظر عن من يكون محمد مرسي، لكن الرئيس محمد مرسي رحمه الله أراد أن يحقق ما تطلع إليه المصريون على مدى عقود، في أن هذه الدولة ينبغي أن تتمتع بمزاياها الجيوستراتيجية وينبغي أن تكون دولة قائدة. عندما بدأ يفكر بصوت مرتفع، بدأ الدول العربية بدأت تتحدث عن محور سني. هذا المحور السني قيل بأنه يشمل تركيا وقطر ومصر. للأسف الشديد على ضوء مقولة كهذه بدأ العالم يتحرك لاحتواء مصر في عهد الرئيس محمد مرسي، وانتهى الأمر بانقلاب شهد عليه المجتمع الدولي كامل وتآمر عليه، وبدأ العالم يتحدث عن الأولويات، أولويات الاستقرار بالنسبة لمنطقتنا. وهذه الأولوية بطبيعة الحال هي على حساب أشياء أساسية وجوهرية، وهي الحرية والديمقراطية وحق الناس في الرفاه والكرامة. كل هذه الأمور وهذه المبادئ وهذه الأولويات دفنت من أجل أن تتحقق أولوية الاستقرار، والاستقرار يقوم على مبدأ على الوظيفة القمعية للدولة. اليوم نرى دول تقمع شعوبها وتحاول أيضا أن تهدم الأسس الأخلاقية التي يقوم عليها القرار أو يفترض أن يقوم عليها القرار أو الإرادة الشعبية، وهذا يضعف البنية الداخلية للدولة في حد ذاتها. أيوة. طبعا هم مشت الأولويات الديمقراطية والحريات. بدأت الدول المحورية تمارس عملية هدم كامل لمقومات الوجود، مقومات الوجود الحضاري لأمتنا في هذه البلدان. على سبيل المثال هناك معول هدم يدمر كل ما هو مفيد داخل مصر. نعم. ويستهدف كل القوى الحية. في السعودية اليوم هناك تحول كبير جدا على المستوى الثقافي، على المستوى حتى في نظرة الدولة لطبيعة التدين، الإفساح المجال لكل ما هو صادم لمعتقدات المجتمع والاستثمار في هذا المجال بقوة هائلة، لكن في المقابل هناك حالة قمع كبيرة جدا. ثمة من يرى أن التحول في السعودية أكبر من أن يكون داخليا، ثمة تحول استراتيجي في تحديد العدو والتحالفات. ربما نبحث هذا أيضا، لكن مضطر أن أذهب إلى الجزائر. أستاذ يحيى، يعني هناك صراع إقليمي في المنطقة لا يخفى على أحد، هناك روسيا وإيران
وقل ما شئت إذا شئت تركيا، يعني الجميع يريد أن يحقق مثلا نفوذ أو درجة معينة من ثمة من حماية أمنه القومي أو تحقيق نفوذ أو تحقيق مصالح أيا يكون السبب، لكن هذا كله يحصل في ضوء إعادة رسم للمنطقة بحسب بعض المراقبين. من الذي يصوغ هذه المنطقة وما الأدوار المتاحة للجميع وما دور العرب فيها؟ ربما يكون سؤالا مركبا لكن نستطيع أن نجيب بقدر ما نستطيع. طبعا يعني كما أشرت أستاذ جهاد، هذا السؤال مركب ويشير إلى بعدين، البعد المرتبط بما يحصل على مستوى النظام الدولي، والبعد الثاني ما يحصل على مستوى النظام الإقليمي العربي. بالنسبة للنظام الدولي، يعني كما تشير الكثير من الأدبيات والمختصون في العلاقات الدولية، أنه يشهد تحولا في القوة، انتقالها من الغرب إلى الشرق نحو آسيا، تحول في النظام الدولي من الأحادية القطبية إلى التعددية القطبية. يفترض من هذا المنطلق أن هذه فرصة للدول العربية لتتموضع في النسق الدولي ويكون لها دور مؤثر في على الأقل في تحديد مستقبلها. لكن على العكس من ذلك، ما زالت القوى الكبرى، سواء يعني سابقا كانت أوروبا والقوى الاستعمارية هي من تحدد مصير المنطقة، ثم أصبح الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية، ثم انفردت الولايات المتحدة، وأيضا مع صعود الصين ربما ينتقل ذلك أيضا إلى الصين التي سيكون لها دور في المنطقة العربية إذا ما استمر الوضع على هذا الحال. يضاف إلى ذلك القوى الإقليمية، سابقا إيران يعني منذ ثورة 1979 وكيف استثمرت في البنى المجتمعية العربية وتحديدا القوى الشيعية منها، واستثمرت فيها لتعزيز نفوذها في المنطقة، وأيضا تركيا لاحقا بعد 2002 التي تمارس دور أكبر. في الحالة العربية على مستوى النظام الإقليمي العربي، هناك أيضا قضية لم تحسم، وهي من يقوم بالدور المواجه لهذه القوى الإقليمية والدولية. بالنسبة للقوى الإقليمية والدولية، كما أشرنا، إيران كدولة يمكن أن تصوغها استراتيجيتها بشكل منفرد، تركيا نفس الشيء، والأمر نفسه يقال على القوى الكبرى. لكن في الحالة العربية، هناك الكثير من الدول العربية، هناك هذه الدول العربية لديها مشكلة الزعامة. يعني كل دولة سابقا كما كان يحصل في المرحلة السابقة في الخمسينيات والستينيات، كل دولة تريد أن تتزعم العرب وتقود العرب، وهنا تحصل صراعات عربية، وهذا ينعكس سلبا على الأدوار العربية كما يحصل حاليا، حيث نشاهد الدول العربية متنافسة ومتصارعة فيما بينها وخاضعة لمحاور إقليمية ودولية، ومحورها هو المناكفات العربية. أمر آخر أيضا فشل فيه العرب، وهي المنظمات الفوق دولتية التي تشكلت على غرار الجامعة العربية، وحتى التكتلات على غرار مجلس التعاون الخليجي والاتحاد المغرب العربي، أيضا فشلت فيها الدول العربية كلها، ولم تستطع أن تتفق على الحدود الدنيا. بالعكس، يعني ما اتفق عليه العرب هو اتجاه شعوبهم والتسلط والقمع وفي القضايا الأمنية الداخلية، وليس في صياغة أمن قومي عربي مشترك. الأمر الثالث الذي يحول دون أن يقوم العرب بدور مهم ومؤثر إقليميا، هو التباين الأولويات السياسية والأمنية على مستوى كل دولة، خاصة الإقليمية منها. مثلا مصر لديها مشكلة النيل مع إثيوبيا وغيرها، السعودية مشكلة اليمن وأيضا مع إيران، الأمر نفسه بالنسبة للجزائر والمشكلات التي تواجهها سواء في ليبيا وغيرها. إذن هذه التباين في الأولويات الأمنية يجعل الدول العربية أيضا تقدم حساباتها الخاصة على العمل العربي المشترك في مواجهة القوى الإقليمية والدولية الأخرى. وهذا بالتالي يعكس اتساعا لهذه الثقب الأسود في المنطقة العربية. نريد أن نبحث ما تفضلت بذكره والأستاذ ياسين معي في الاستديو، أثار هذا الواقع على مستقبل العرب في المنطقة، ولكن ليس قبل أن نذهب إلى الفاصل.
أسعدكم الله، ما زلنا سويا في الحديث عن مستقبل العرب في ظل غياب أي دولة عربية وازنة عن صراع النفوذ في المنطقة. لمتابعة هذا الحديث أرحب بالأستاذ أنور الخضري رئيس مركز الجزيرة العربية للدراسات والبحوث. مرحبا بك أستاذ أنور. أستاذ أنور. نعم. مرحبا معك. مرحبا بك. يعني وسط هذا الصراع الدائر الآن في المنطقة، وهو صراع عنيف فيما يبدو أنه إعادة تشكيل للمنطقة للجيوسياسية في المنطقة، السؤال المطروح الآن، العرب ليس لهم هدف واضح ومحدد سياسي طبعا فيما يجري الآن في المنطقة، هل يمكن ملاحظة هدف أو خريطة سياسية معينة كمحاولاتهم لتشكيل قوة ضغط في المنطقة أو لتقليل خسائرهم على المستوى الوطني؟ هل تلحظوا هدفا سياسيا محددا للعرب الآن؟ مرحبا بكم أستاذ جهاد ومرحبا بضيوفك الكرام. أهلا وسهلا. الحقيقة الواقع اليوم واقع العربي واقع مشرذم جدا. كانت هناك طموح قومية فتجزأت إلى دويلات ودول وطنية. كانت هناك مجالس تعاون أنشئت في الفترة الماضية، مجلس التعاون الخليجي، مجلس التعاون العربية، مجلس المغاربي، وكل هذه الهياكل وكل هذه المؤسسات يعني ذابت وتفككت. حتى الجامعة العربية اليوم فقدت يعني أثرها وأصبحت لا تؤدي مهمة جامعة للشعوب العربية، لا على مستوى المصالح القومية، لا على مستوى الحقوق والحريات، لا على مستوى القضية المحورية في الصراع العربي الإسرائيلي، لا على مستوى التدخلات الإيرانية في المنطقة أو غيرها من التدخلات الأجنبية. ومن ثم فلا يوجد اليوم أي هيكلة، سواء هيكلة قطرية أو هيكلة عربية جامعة، ترفع أي مشروع. المشاريع كلها اختفت، المشاريع كلها فشلت ووصلت إلى نزاعات وإلى صراعات بينية. طب هذا الفشل المشاريع وغياب هذه المشاريع برأيك، وكل شيء فشل، يعني هل يخفي وراءه الآن مثلا دولة محورية مثل مصر والسعودية وحتى الإمارات دور سياسي صاعد في المنطقة، هل تلحظ لهم هدفا محددا في المنطقة؟ هذه الدول لا تقوم بأهداف يعني تخدم مصالحها كدول، ولا تخدم المنطقة، ولا تخدم الأمة العربية. هذه الدول تقوم ب يعني أدوار وظيفية أكثر من كونها أدوار قومية وأدوار تخدم مصالح الدول الخليج أو تخدم مصالح المنطقة العربية بصفة عامة. نحن رأينا كيف هذه الدول تآمرت على اليمن، تآمرت على مصر، تآمرت على ليبيا، وهي اليوم متورطة في كثير من الجرائم في دعم الانقلاب في مصر، في ليبيا، متدخلة في سوريا ضد الثورة السورية. فهذه الدول بالحقيقة لا يعول عليها. مصر فقدت مكانتها أخي الكريم بعد أن جرى الانقلاب على النظام المنتخب الذي كان يقوده الدكتور محمد مرسي رحمه الله تعالى، وبالتالي فتراجعت مصر تماما. ونحن نرى اليوم مصر تفقد قضاياها ولا تستطيع أن تتواجه مع أثيوبيا في قضية محورية مثل قضية النيل، لا تستطيع أن تستبد الصنافير، تيران والصنافير، لا تستطيع أن تتحكم بالغاز وأصبحت تستورد الغاز مع إسرائيل. فهناك غياب حقيقة للمشروع العربي. طيب. ولذلك الشعوب العربية إنما نهضت وإنما تحركت نظرا لأنها ترى أنها تسير في طريق مسدود لا 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 أفق له. طيب أستاذ أنور، يعني غابت مصر وغاب العراق. نعم. الذي كان قويا وحضر بدلا منهما حضرت قوى من خارج المنطقة أو من خارج المنظومة العربية لتبحث عن دور لتملأ فراغ لتعزز سياستها في المنطقة. ما الآثار المترتبة على هذا الواقع الآن صراع النفوذ في دول نعم. إقليمية غير عربية على المنطقة العربية، الآثار المترتبة على هذا الواقع على العرب؟ طبعا المشاريع الإقليمية متعددة، لا يمكن أن نحكم عليها بميزان واحد. هناك المشروع الإسرائيلي المضاد للهوية الإسلامية والعربية، هناك المشروع الإيراني المضاد للمشاريع التحرر ومشاريع الحرية والحقوق وهو مشروع طائفي، هناك المشروع التركي وهو مشروع نوعا ما يتقاطع مع إرادات الشعوب في الحقوق وفي الحريات وفي البحث عن نهضة يعني تنموية، وبالتالي لا يمكن أن نحكم عليها بمقياس واحد. ولكن المؤسف جدا أن جميع هذه التدخلات سوف تجعل من العرب في مؤخرة الركب، سوف تجعل منا موظفين أو مستغلين
من هذا المحور أو ذاك، وبالتالي فنحن سوف نجند طاقاتنا وإمكانياتنا وأموالنا كما هو حاصل في تغذية طرف على آخر، في حين أنه كان من المفترض أن تكون هذه الأنظمة في صف شعوبها لتنهض في مشروع موحد للمنطقة، خاصة وأن المنطقة ثرية غنية بالثروات، موقعها الجغرافي يؤهلها للعب دور إقليمي ودولي وعالمي، ولكن للأسف لا نشهد مثل هذه التحركات حاليا. طيب أستاذ أنور الخضري رئيس مركز الجزيرة العربية للدراسات والبحوث، أشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة. أستاذ ياسين، في ضوء التفاعلات السياسية الآن الراهنة، ما الشكل الجيوسياسي الذي يمكن أن تنتهي إليه المنطقة العربية؟ والله للأسف الشديد اليوم نحن أمام سياسة محاور، يعني تتبنى أهداف متناقضة تماما مع تطلعات الشعوب العربية وحقها في الحرية والكرامة والعيش الرغيد. هناك يعني تمحور حول مشاريع في نهاية المطاف تفضي إلى حالة، إلى تكريس حالة الاستلام الكامل لإرادة المنطقة وإرادة شعوبها، وقمع هذه الشعوب والحد من تطلعاتها نحو الاستقلالية، نحو استعادة المبادرة والسلطة، من وهذه وحالة الفقد هذه البديل المباشر لها هي أنظمة وظيفية سلطوية تكرس حالة الفقد هذه، وتكرس حالة الذل والاستلاب و يعني تشجير مصالح المنطقة وفوائد هذه المنطقة، سواء على مستوى الموقع أو على مستوى الثروات أو على مستوى القدرات في يعني تقرير مصير العالم. يعني هذه المنطقة ليست هينة، هذه المنطقة مهمة جدا ومحورية، هذه المنطقة مصدر الأديان، العالم كله مشتبك مع هذه المنطقة بطريقة أو بأخرى، إما لدوافع اقتصادية أو لدوافع ثقافية وفي جوهرها وجوهرها الدين، وكل بكل ما بطبيعة الحال ما يكتنزه من أفكار مسبقة وقناعات مسبقة وإرث حضاري وصراعات مرتبطة بتاريخ مفعم أو مليء بالصراعات شهدتها هذه المنطقة وشهدها العالم على خلفية دينية. فأنا في تقديري أن العالم العربي اليوم يفقد حقه في الكرامة، يفقد حقه في الاستقلال، ويواجه خطر حقيقي اليوم. في يعني كان في السابق حتى القوى الكبرى المتدخلة في شأننا العربي كانت يعني كان في نافذة أمل، كان هناك نوع من الضغوط تمارس على الأنظمة من أجل إتاحة مزيد من الفرصة، إتاحة هامش محدد من المناخ الديمقراطي، يعني إرساء قواعد هشة فيما يتعلق بتداول السلطة، فيما يتعلق بالتشاركية، فيما يتعلق بالمواطنة. اليوم هناك تغييب لكل هذه القيم، وبالتالي خسارة أمتنا ومنطقتنا فادحة بشكل كبير جدا. تتجلى أيضا يعني تتجلى آثار غياب المشروع الحضاري العربي والإرادة العربية، وهي ناتج عن غياب القوى القائدة أو الدول القائدة في منطقتنا، يتجلى فيما نراه اليوم على ساحتنا من تصارع القوى الكبرى على ساحتنا، وهذه القدرة الخارقة على توجيه مسار الأحداث في منطقتنا دون أن يكون لنا أثر أو قدرة على إيقاف على الأقل ما يجري في ساحتنا. هناك نزيف من الدماء في منطقتنا لا يمكن الاستهانة به، نموذج إدلب على سبيل المثال، يعني هناك أكثر من 2 مليون إنسان محشورين في منطقة ضيقة جدا. اليوم يتصارع العالم على هذه في هذه المنطقة، تتصارع إرادات كثيرة، تختبر إرادات كثيرة، لكن أنا في تقديري ما كان لهذا أن يحدث لو كان هناك إرادة عربية حقيقية، لو كان هناك دول قادرة على تحقيق حماية حقيقية للمصالح العربية. وما يحدث يعني أيضا من نتائج ما يجري اليوم هو أن هذه الدول اليوم والسلطات باتت تتناقض بشكل كامل مع شعوبها، باتت تشكل بسياستها حربا على هذه الشعوب، وهذه أخطر ما هذه أخطر أنواع التداعيات الناتجة عن غياب الدول المحورية التي تستوعب هموم وتطلعات المنطقة. طيب أستاذ يحيى، يعني الآن لا توجد دولة عربية قوية تستطيع أن تحفظ التوازنات في المنطقة، تستطيع أن تؤمن أو تساعد في الحفاظ على الهوية
القومية للعرب في ظل حالة الضياع التي يعيشها العرب الآن؟ ما السيناريو المنتظر؟ ماذا بعد ذلك برأيك؟ إلى أين يسير العرب؟ تقريبا لربما أكون متشائما، ولكن للأسف الشديد على ما يبدو أن هناك الخطر الذي كانت الكثير من التقارير تتحدث عنه، عن إعادة تشكيل المنطقة، عن إعادة رسم حدودها، عن تفكيك الدول العربية وإعادة بنائها وفق كما أشير إلى خطوط الدم بما يتوافق مع المشروع الصهيوني وأيضا الاستراتيجية الدولية. هذا السيناريو للأسف الشديد إذا ما استمرت الدول العربية على هذا المنطق وهذا المنطق في الحركة السياسية، ربما سيكون واقعا في المدى المتوسط. لربما يمكن أن نشير هنا على سبيل المثال إلى ما كما أشار ضيفك الكريم في الاستوديو، إلى ما يحصل في إدلب، ما يحصل في سوريا بشكل عام. ملايين هجرت والملايين حشرت في منطقة صغيرة، وهذا يتوافق مع الخطط والاستراتيجيات التي يعني الخرائط نشرت والجميع يعرفها، وليست مؤامرة كما يحلو للعرب الحديث واتهام الآخر بالتآمر عليهم، وإنما هي استراتيجيات معروفة منذ عقود طويلة، ولكن العرب لا يتحركون في الاتجاه المعاكس لتلك الاستراتيجيات. المسألة الأخرى التي يمكن أن نشير إليها وربما تعزز فكرة هذا الموقف المتشائم لمستقبل العرب، أنها التصور على المستوى النخب، سواء النخب الثقافية أو النخب السياسية الفاعلة في كل الدول العربية، متصورها لأدوار القوى الإقليمية الأخرى بغض النظر عن أسمائها. هذه كلها في النهاية تخدم مشاريعها الخاصة كدول، وبالتالي فإن مصالح شعوبها هي المتحكم والموجه لسياساتها، على عكس العرب الذين لا يتصرفون بمنطق الندية. يجب علينا أن نفكر بمنطق الندية، أن نتعامل، وأنا هنا أشير إلى النخب السياسية سواء الموجودة في السلطة أو تلك التي توجد في المعارضة وتسعى للوصول إلى السلطة. المشترك بينها أنها لا تفكر بمنطق الندية، تفكر بمنطق الوظيفة، كما كانت الأنظمة الأخرى وظيفية وما زالت وظيفية. حتى القوى الموجودة في المعارضة في ثقافتها السياسية هي تسعى للقيام بأدوار وظيفية في المستقبل، مع هذا الطرف الإقليمي أو ذاك. وهذه من المعضلات الأساسية التي يعني للأسف الشديد لا تبشر وهذا حول المستقبل العام. وهذا ما تفضلت بذكره أخيرا يتعلق بالسبيل الممكنة لمواجهة حالة انعدام الوزن السياسي في المنطقة، نبحثه بعد فاصل أخير. أهلا وسهلا بكم إلى الجزء الأخير من حلقتنا هذه. أستاذ ياسين، هل الذهاب إلى الفوضى شرط طبيعي وتاريخي لأي صحوة عربية يمكن أن تخفف من غلواء هذه الفوضى، أم يمكن الاستدراك؟ ليس شرطا أن نمر عبر الفوضى. يعني أنا أعتقد أن موجة الربيع العربي عبرت عن حالة نضج غير مسبوقة في تاريخ الشعوب. لا يعني أقصد هناك حالة مماثلة. أنا مهتم بمعرفة أين تتجلى لك النضج، لأن هذا سؤال، يعني هذا كلام محوري قد يترتب عليه كثير من الكلام. أين تجلى هذا النضج؟ يعني 50 5 عقود أو أكثر من القمع
والشمولية واحتكار السلطة وإذلال الشعوب والحكم الذي مارسته أقليات، سواء كانت جهوية أو أقليات عسكرية أو أقليات أثنية أو أقليات طائفية في العالم العربي، أحدثت خرابا كبيرا في مجتمعاتنا وتصدعات هائلة على مستوى الشعوب والمجتمعات. ومع ذلك عندما يعني فاض الكيل بهذه الشعوب وتوفرت الظروف التاريخية، انطلقت موجة الربيع العربي. الذين يعني ضاقوا من هذه الموجة بدأوا يوجهون لها اتهامات بأنها ملحقة بالإرادة الغربية، لكن ثبت أن الغرب هو المتضرر الأول من موجة الربيع العربي التي عبرت عن حالة استقلالية لا يحتملها أو لا يحتملها النفوذ أو الهيمنة الغربية، لأن الأنظمة القمعية عملت على تلبية مطالب المصالح الكبرى، القوى الكبرى. وهنا أطلقنا عليها أو أطلق عليها مصطلح الأنظمة الوظيفية، لأنها فقط تؤدي وظيفة محددة لا علاقة لها لا بمصالح شعوبها ولا علاقة لها بالاستراتيجية بعيدة المدى التي تنتهي في نهاية المطاف بتأسيس دول حقيقية لها إرادة ولها كرامة. يعني ثمة من يقول بأن كل دول الإقليمية تؤدي دورا وظيفيا بما فيها إيران، يعني هذا ليس بدعا من السياسة الإقليمية، ولكن على الأقل أن يكون هناك دولة عربية وظيفية تؤمن يعني حماية للأمن القومي العربي. ليس دقيقا، إيران ليست دولة وظيفية. إيران تستطيع أن تستقل بقرارها، تستطيع أن تقول لا، تستطيع أن تقاوم. هي اليوم لا نستطيع أن نتجاهل أن إيران تدفع ثمنا باهظا، تتعرض لحصار كبير جدا، لأنها قررت أن يكون لديها قرار مستقل، وقررت أن تلعب وأن يكون لها دور في تقرير مصير منطقة مثل منطقتنا، ولهذا هي تدفع ثمن كبير نتيجة هذا السلوك. ودول أخرى في المنطقة كيف تدفع ثمن كبير وقد فتحت لها أبواب الشام والعراق واليمن؟ نعم، ولكن حدث تحول في الموقف الغربي، وهناك يعني حالة عدم توافق حتى هذه اللحظة بالنسبة للقوى الغربية الكبرى. جاء ترامب ف يعني غير قواعد السياسة المتبعة تجاه إيران منذ اللحظة الأولى لوصوله إلى سدرة الحكم، ولهذا بدأت إيران تدفع هذا الثمن. طيب سأعود إليك، لكن أستاذ يحيى، هل ثمت يعني إذا صح التعبير إسعافات أولية يمكن القيام بها للتخفيف من حالة التداعي العربي؟ أعتقد أن ربما أول نقطة يجب الوقوف عندها ترتبط بما أشرنا إليه في البداية، هو مسألة البيت الداخلي، ترتيب البيت الداخلي. لما أشير هنا إلى البيت الداخلي معناه مسألة الشرعية، مسألة المواطنة وغيرها من القضايا التي تنتهي إلى استقرار الدول العربية وإعادة صياغة علاقة الأنظمة السياسية مع شعوبها، وتكون مؤسسة على أسس سلمية على مصاريح الدول، أن نحسم مفاهيم. نحن الآن على مستوى المجال العربي ما زلنا نخلط أو بالعكس نجعل مفهوم الأنظمة السياسية أو السلطة السياسية هو مرادف للدولة، في حين أنها هي هذه الأنظمة يفترض أنها تقوم بواجبها تجاه الدولة في تغيرها، لا يعني بالضرورة تغير الدول، لكن للأسف الشديد ما زالت على المستوى العربي مثل هذه الأفكار هي المسيطرة. لذلك يجب أولا وأخيرا إعادة ترتيب البيت الداخلي وحسم هذه القضايا، لأنه بدون هكذا ترتيبات لا يمكن لأي دولة عربية أن تقوم بدور فعال، بالعكس أن تواجه الاستراتيجيات التي تستهدفها. ومن هنا بالتالي بدليل أن كل القوى الإقليمية والكبرى توظف هذه النزاعات العربية العربية وأيضا القضايا الهويتية في المنطقة من أجل الضغط على الأنظمة وعلى الشعوب لتحقيق أهدافها. لذلك يبقى هذه المسألة جوهرية في اعتقادي. طيب أستاذ يحيى، أختم معك وأرجو الاختصار، يعني هل يمكن للانتفاضة العربية الحاصلة الآن وأنت من أحد بلدانها في الجزائر أن تشكل انعطافة أو فرصة لانتشال العرب من حالة الضياع الآن؟ يعني يمكن أن تفعل ذلك، ولكن يعني ليس بالسهولة التي يتصورها البعض. يعني ما زال أمامها
الوقت الطويل والجهد الكثير لفعل ذلك. طيب أشكرك أستاذ ياسين. يعني التفاعلات السياسية في المنطقة العربية والتفاعلات وثمة مصالح متناقضة أحيانا بين القوى الإقليمية لم تحسم حتى الآن، هل يمكن للعرب كخطوة أولية كتخفيف من الحمل والثقل، هل يمكن لهم أن يفيدوا من هذه التناقضات في المصالح وفي الرؤى لتخفيف الضغط عليهم؟ لماذا نفترض أن الدول العربية خاضعة لقوى إقليمية؟ هناك قوة كافية لدى الدول العربية لمواجهة أطماع الدول الإقليمية في منطقتنا، وبالتالي الدور هنا لا ينبغي أن ينصرف إلى حالة التكيف مع الأطماع الإقليمية، وإنما مواجهة هذه الأطماع. ما الذي ينقص دول عربية محورية مثل المملكة العربية السعودية، مثل مصر على سبيل المثال، وهناك دول محورية أيضا بسبب وزنها المالي مثل الإمارات وقطر، لماذا لا تتحرك استنادا إلى عوامل القوى المتوفرة لديها لإرساء نظام إقليمي جديد يقوم على مبدأ القيادة التي تستوعب حاجات هذه المنطقة لمواجهة الأخطار الخارجية والتهديدات التي تواجهها. لكن للأسف الحقيقة الشديد أنت تطرح السؤال المركزي في الحلقة، والذي هي الحلقة، كل هذه الحلقة تبحث عن جواب له، لماذا؟ لكن للأسف الشديد الذي نراه اليوم هو توجه معاكس تماما. هذه الدول توظف كل إمكانياتها وقدراتها اليوم وتحاول أن تمارس دورا لم تمارسه من قبل على فيما يتعلق بالتأثير في المحيط الإقليمي، لكن باتجاه معاكس، وهو تثبيت مصالح القوى الخارجية والقوى الكبرى وتصبيح وتثبيت مصلحة إسرائيل وخلق تحالف جديد يقوم على فكرة إلغاء القضايا الكبرى وفي مقدمتها قضية فلسطين والتنازل عن قضايا لا يمكن التنازل عنها وهي الحرية والكرامة والديمقراطية. هو قال ضيفنا في بدقيقة ونصف، ضيفنا في الجزائر قال يمكن للانتفاضة العربية أن تلعب دورا أو أن تؤدي دورا ما، لكن ليس بهذه السهولة. كيف يمكن أن تثمر هذه الانتفاضة في إحداث تغيير ما؟ نعم، الثورة المضادة يعني ائتلفت من جديد وامتلكت قوة، يعني القوة الكافية لمواجهة الثورات العربية، لكن الثورات العربية لم تنتهي، مفاعلها لم تنتهي، تأثيرها لم ينتهي، وأنا أعتقد أن الثورة هي يعني تتميز بهذا الامتداد الزمني الكبير جدا الذي سيحدث أثره فيما بعد، وأعتقد أن التغيرات التي طرأت على مستوى دول المنطقة كبيرة جدا إلى درجة أنها لا تستطيع مع هذه التغيرات أن تعيد تأسيس ذات الديكتاتوريات الغاشمة التي لا تعمل حسابا للتطورات والمفاعل الكبيرة داخلها. وربما الرهان على حالة الوعي العربي الذي يتشكل في ضوء هذه التفاعلات. أشكرك شكرا جزيلا مشاهدينا الكرام. في ختام هذه الحلقة أشكر ضيوفي الكرام، معي في الاستديو ياسين التميمي الكاتب والمحلل السياسي، وعبر سكايب من سيدي بالعباس في الجزائر يحيى بوزيدي أستاذ العلوم السياسية. شكرا لكم، في حراسة الله.